كيروس مشير أن تجعل إمارة عجمان واجهة سياحية رئيسية في المنطقة. لكن وين وصلت في هذا المشروع؟ هذا المشروع الباحة كمان اجتماع لشركة الزورة للتطوير، وهي شركة تطوير لأرض مساحتها تقريبا 10 كيلومتر مربع على الواجهة البحرية. تأسست في قبل تقريبا 3 سنوات وخطتها واضحة وأسماءها موجود في حسابات. نحن الآن نبحث عن مشترين لعقار أو مكاتب أو شركاء. هذه الشركة بتنفذ في سنة 2011 كل البنية التحتية اللي تتضمن مشروعين لمراسي يخوت مع كل الطرقات والتمديدات البنية التحتية الصرف الصحي والكهرباء والمياه وإلى آخره. خلال 2012 بيتم تنفيذ الفنادق بكل منها فندقين مع مبنى الشرق مفروشة مع أسواق تراثية وسياحية ونشاطات بحرية. هذا قيمته تقريبا في حدود المليار درهم. هذه موجودة اليوم، أتمنى فيها إن شاء الله إذا الله أحيانا خلال سنة ونص إلى سنتين بتكون جاهزة. سنتين. سنتين بالحديث أتكلم، أنا أتكلم في 2013. 2013 بإذن الله بتكون جاهزة. الخطة واضحة. المشاريع وقعناها والآن بيبدأ تنفيذها. المشروع هذا بيتضمن الآن في المرحلة الأولى اللي ذكرت فيها تقريبا في حدود 600 غرفة فندقية مع عدد كبير من المحلات التجارية والترفيهية والتراثية للسياح. عندنا تقريبا كيلوين على الشاطئ لخدمات ترفيهية بحرية. المشروع الأول في دولة الإمارات اللي بتكون في مباني سكنية على الشاطئ، تنزل من يونايتد على رمل في البحر على طول. على طول مشروع طريق مطلع على البحر. نعم، ومشروع هو على ظهر الموج والبحر نظيف ومنطقة يعني ما في أتمنى إن شاء الله نحن نتريكم وانتم فريق العمل. بس كيف تعتمدون يعني طريقة الترويج لهذه السياحة؟ هذه هي مثلا السنة شاركنا في أنا عالمية شاركنا في اي تي بي، هو أكبر معرض للسياحة في العالم في برلين في شهر 3 اللي فات، وكانت في مشاركة ممتاز جدا وكان في ردة فعل السوق ممتازة جدا، كان ستاند كبير جدا وروينا المشاركين من كل أنحاء العالم. خططنا شاركنا في معرض السياحة العربي اللي صار في دبي في شهر 4 وكان أيضا في إقبال الحمد لله جيد من السوق المحلي الخليجي. فالأسامي اللي شاركنا في الفنادق هذه هي أسامي عالمية كإدارات فنادق وكشركات تسويق ومطاعم مختلفة، يعني كل أسماء عالمية لاستقطاب الناس من كل أنحاء العالم ويعرفون أن نحن نعمل على مستوى عالي جدا. فدائما الاسم العالمي طبعا يعطي راحة للشخص السائح. يعني يجري يقول لك ما في شك. إذا نحن مدعوين. ما في شك بس بدون كاميرات. بدون كاميرات. لا لا في برنامج. يكفينا شرف هذه الدورة. يكفينا أن أنت موجود بهذه النظرة المتفائلة وهذا الطموح المدعوم علميا واستراتيجيا. يعني منظومة واضحة ومحددة بزمن. أنا أشكرك طلبر على هذا اللقاء وأنا ممتن لقبولك استضافتنا وتزويدنا وتزويد أيضا السادة المشاهدين بهذه المعلومات القيمة. حقيقة سموك أنت نموذج لكل إماراتي يعني ولكل عربي أن نفخر بهذا النموذج. جزاكم خير على الجهد اللي بذلته وعلى تغطيتكم للنشاطات اللي صارت في إدارة الإمارات.
شرف لي نكون اليوم على قاعة وظيفي ومعكم كأخوان، ويسعدنا جدا أن نشوف هذا الكادر الشعب المواطن والأخوان أيضا الآخرين ما عليهم زود، ونسمع أنه ما شاء الله تلزم وظيفي في تقدم وفي تطور، ونحن كلها كمؤسسات خدمية، أنتم تقدمون خدمة ونحن نقدم خدمة، كلنا نخدم الإمارات، كلنا نخدم كل مواطن ومقيم في دولة الإمارات، فالله قدمنا جميعا أن نخدم هذا البلد بكل إخلاص وتفاني ونأدي اللي علينا واللي ما نقدر عليه يعذرون عليه. ليش محمد عادل؟ الله يطول عمرك. شكرا جزيلا مشاهدينا الأعزاء، كنا معكم في ضيافة سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وأشكره جزيل الشكر على قبول دعوتنا واستضافته لنا في مجلس الخير.